وقفت على الزمان وقد دهاني مشاهدة الجزيرة بالهوان، مجالس خمرة وطغاة رق ولهو بالقرود وبالغوان، وسبي للنساء بلا حياء، وأصنام على سقف المباني، ووأد للبنات بلا شعور يفيض على أب حام وحان، وجهل مطبق قد عم فيهم سوى شعر ونثر للمعاني، وبعض الكاتبين لنظم مال توزع للثري وللمداني، تفرد بينهم بعض الغيارة كعنترة الذي عقد الأماني، وحاتم الذي يرعى ضيوفا ثلاثا أو رباعا أو ثماني، وبينهم الهواشم من قريش نجوم الأرض أحرار الزمان، فهاشم للحجيج يعد زادا ويسقيهم بزمزم في حنان، وأبناء لهم كرم وساد ونور محمد على وأبناء لهم كرم وساد ونور محمد زاه مزاني، على فوق الجبين وقد رأته، على فوق الجبين، جبيني هاشم ثم عبد المطلب ثم عبد الله، على فوق الجبين وقد رأته، يهود دبروا غدر السنان، بوأد النور لا يبقى نديا بعبد الله من أعلى الجنان، ويأبى الله إلا في تمام يشح بمكة في كل آن، وتتصل النبوة في سماها بماء غديرها نضر المجاني، فقم واقرأ بحمد الله سرا وجهرا بالكتاب وبالأذان، وزمل ثم دثر قم فأنذر وكبر بالعشي على أمان، فقام نبينا فينا ينادي من العلياء لا لله ثاني، تكونوا للفلاح معمريها ويصلب عودكم عند المران، فطارت صفوة يرجون خيرا كعمار وحمزة ذي الضمان، وأخفق بعضهم في الدرب لما تزينت الدنا بزها الجمان، وفي الإسراء معجزة حباها كتاب الله آيات امتنان، وفي المعراج معجزة تخطت حدود العقل بل وصف اللسان، أراه الله آيات عظاما وعلم عبده السبع المثاني، دنا ودنا ما لم يطقه ملاك أو نبي في الجنان، فصلى الله ما طارت طيور على خير الورى فخر البيان، على طه الذي أحيا البرايا وآل النور آنا بعد آن، وفرج يا إلهي للأسارى وعوض صبرهم خير امتنان، وشاف الموجع المدنى وبارك لهذا الجمع بالحور الحسان، لهذا الجمع بالحور الحسان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.